اختتمت في مدينة عدن أعمال القمة النسوية الخامسة بمشاركة أكثر من 200 امرأة يمنية من مختلف المحافظات اليمنية، واستعرض برنامج عمل القمة النسوية انتهاكات حقوق النساء في اليمن وتقييد الحريات، إلى جانب تقييم عملية السلام واتفاقية الهدنة واتفاقيات الهدنة وانعكاساتها على قضايا المرأة. وأقرت القمة عدة توصيات لضمان حقوق المرأة وإيقاف مختلف الإجراءات التعسفية التي تكرس التمييز ضد المرأة والانتهاكات المختلفة التي تواجهها، كما أوصت بمطالبة الأمم المتحدة بممارسة مزيد من الضغوط لتحقيق السلام في اليمن. خرجت القمة النسوية الخامسة التي عقدت يومي 10 و11 بمناسبة اليوم الدولي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بتوصيات شاملة متعلقة بحماية النساء، أبرزها وضع آلية رصد وتوثيق الانتهاكات التي طالت النساء، دعم المنظمات الدولية والسلطات المحلية في المحافظات لوضع النازحين وتخفيف آثار النزوح والانتهاكات التي طالتهم، إضافة إلى شجب وإدانة كافة أشكال الممارسات التمييزية المعيقة للنساء في الحركة والتنقل، والمطالبة بالإفراج عن كافة النساء المحتجزات والمعتقلات، دعم المكونات النسوية من قبل المبعوث الأممي للقيام بأدوارهم في بناء سلام شامل دائم قائم على أساس حقوق الإنسان ومناهض للتمييز.